بس قال لهم جماعتكم محصورين بالسريع باع الفزع باوع باع الفزع باوع الفزع مال التكاتك باوع باوع قال لهم جماعتكم انحصروا على السريع محمد القاسم قبل شلون اجونا والله كفو والله كفو 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 علي كفو 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 اخواتنا كفو والله ابطال كفو ابطال. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 23 شهر اليوم خميس بالضبط 7 وربع توجهوا من يمن النهضه بسيارات سلفادور اللي هي مال سوات. ضربه ودخانيتها فقط بس ضربه ورصاص حي. هاي وحده من القوانات. تقدموا على المتظاهرين وصلوهم من هذا الجسر اللي هو النزله مال خلاني. زائدا ضربه وطلقات هاي مال الصيد اللي هي البومبكشن. قمع المتظاهرين السلميين بومبكشن ورصاص حي. وهاي طلقه مال البومبكشن. خاف يقولون ماكو. هاي هسه لقيناها بالقاع يمن تقدموا علينا ويضربون قص على العالم لا فوقهم ولا شيء. جاهز تدافع الدخانيات. معين الدمع لن يبقى معينا فمن اي المصائب تجمعينا. ملأنا الجسر من قتلى كرام على غير الإهانة صابرين. كأنهم أتوا سوق المنايا وظلوا يسألون وينتقون. لو أن الدهر يعرف حق قوم لقبل منهم اليد والجبين. سنبحث عن شهيد في قماط نبايعه أمير الثائرين ونحمله على هام الرزايا. لدهر نشتيه ويشتهينا فإن الحق مشتاق إلى أن يرى بعض الجبابر. سنبحث عن شهيد في قماط نبايعه أمير الثائرين ونحمله على هام الرزايا. لدهر نشتهيه ويشتهينا فإن الحق مشتاق إلى أن يرى بعض الجبابر ساجدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. طبعا يواصل متظاهرو ثورة تشرين تصعيد حراكهم الشعبي السلمي رغم العنف الذي تمارسه أجهزة السلطة وميليشياتها تجاه المتظاهرين. في بغداد وصل المتظاهرون غلق طريق محمد القاسم السريع وساحتي الطيران وقرطبة والشوارع باتجاه معارض النهضة وسط العاصمة بغداد، بينما أطلقت قوات حكومية وعناصر ميليشياوية الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع فلسطين قرب مول النخيل. في القادسية تظاهر الأهالي مجددا على الطريق الدولي الرابط بين المحافظات الجنوبية وبغداد، في حين يواصل المتظاهرون في البصرة تظاهراتهم على الرغم من استخدام القوات الحكومية والميليشيات العنف المفرط ضدهم، فيما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق في شارع النقيب بمحافظة كربلاء من جراء إطلاق القوات الحكومية وميليشياتها قنابل الغاز المحرمة دولية عليهم. نعم، معنا اتصال حسين من بغداد. تفضل حسين. حسين تسمعني؟ حسين يبدو أن هناك مشكلة بالصوت مع حسين من بغداد. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت بأن مندسين من أذناب أحزاب السلطة الموالية لإيران يحاولون تشويه سمعة الثوار والنيل من الثورة وأهدافها. وأضافت اللجنة في تصريح صحفي بأن الثوار رصدوا بعض المندسين قرب محكمة الرصافة في بغداد يجبرون أصحاب السيارات المارة على دفع عتاوات للسماح لهم بالمرور عبر خداع المواطنين بادعائهم بأنهم يمثلون المعتصمين، وأكدت بأن المعتصمين منهم براء. كما دعت اللجنة المواطنين إلى الحذر وعدم الامتثال للطلبات الدنيئة لهؤلاء المندسين وتصوير من يحاول ابتزازهم وإرسال الصور إلى صفحة ثورة تشرين 3 على موقع فيسبوك لفضحهم. حسين من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل حسين. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بيك. شلون صحتك؟ يا هلا بيك. تفضل. الله يحفظك. قولي مظاهرات مال باكر المتى يعني مظاهرات مال باكر يعني شنو يعني مليونية؟ المظاهرات مال باكر شنو مليونية؟ المتى مليونية هاي؟
نعم حسين كمل. المليونية علمت المليونية تيار صدري لو علم اللي عليهم ظاهرين عامة. لا تيار صدري. أنا ما ظاهر بيها ما شارك بيها بس إحنا هاي. نعم حسين. ما نشارك فيها المظاهرات والباكر إحنا. ليش ما شارك بيها؟ مو الشباب هاي مو مال الشباب هاي. نعم. أعمال من الأشياء. حسين انت معلي صوت التلفزيون. لا ناقص كل شيء ناقص صوت التلفزيون. نعم تفضل استمر. ناقص صوت التلفزيون كل شيء ناقص. نعم اسمعك واضح. انا اشكرك حسين من بغداد كان معنا. حسين من السعودية انقطع الاتصال مع حسين من السعودية. طبعا شنت القوات الحكومية والميليشيات هجوما جديدا على المتظاهرين المعتصمين على طريق محمد القاسم السريع في بغداد، واستخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع المحرمة دوليا والقنابل الدخانية والصوتية. ويأتي هذا الهجوم بعد استعادة المتظاهرين السيطرة على الطريق ضمن إجراءاتهم التصعيدية السلمية بعد انتهاء مهلة وطن. وراح نشوف احنا لقطات في جانب الشاشة الثاني، راح نشوف اللقطات لهجوم القوات الحكومية ولحملة اعتقالات وضرب المتظاهرين السلميين. طبعا اعتقلت ما تسمى قوات مكافحة الشغب عددا من المتظاهرين السلميين المعتصمين على طريق محمد القاسم السريع في بغداد. يأتي ذلك بعد أن أصيب عدد من المتظاهرين بجروح من جراء هجوم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع المحرمة دوليا شنته القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين. القوات الحكومية وميليشياتها هاجمت أيضا في وقت سابق المتظاهرين السلميين قرب ساحتي قرطبة والطيران في بغداد. معنا اتصال حسين من السعودية يعاود الاتصال بنا. تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للمغتدى الآن لما يعدهم بكرة بأنه يقول سوف تكون هناك مسيرة، فهو طريقته يعني هذه، هل يريده أن يكون خليفة سليماني يعني يأتمر بأمر إيران وينتهي بنهي إيران هو؟ ولما راح هذا وبعدين هذا عملية مغتدى، يعني يا أخي حرام الأفعال اللي تجري للإخواننا في العراق. بعدين مجلس أمن وأمم متحدة وأمريكا، يا أخي أمريكا هي اللي وضعت الأحزاب دي في إمكانها. أنا ودي مغتدى اللي وضع حبل المشنقة في صدام أرى اليوم الذي أرى فيه حبل المشنقة في مغتدى اللي الآن يبغى يدمر المسيرة الحلوة دي. وبعدين إيش ذنب الممرضة هذه اللي قتلت وهي جاية تسعف الناس؟ يعني هذه ما جزاها إلا الإحسان زي ما قال الله سبحانه وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ليه كل هذا الخبث وهذه العمائل اللي يعملها الفياض واللي يعملها القيس الخزعلي واللي يعملها المالكي واللي يعملها حيدر العبادي اللي يقول الحشد الشعبي جزء من الجيش؟ يعني يبون يسوون العراق أحزاب زي ما صار الآن في حزب الله في لبنان. يعني هالحين هم لما وضعوا الحشد الشعبي، الحشد الشعبي هذا هو مثيل بحزب الله. يعني أصبح العراق للأسف بدون دولة. نعم الأحزاب هذه تأتمر بأمر إيران وتنتهي بنهي إيران. والضحية يا أخي هالثوار الأبطال الحبايب زي ما قال الدكتور ناشط الفلاحي والعقيد الركن حاتم الفلاحي. يعني هذا أولياء أبرياء وكلهم شباب، بعدين يتهمونهم يقولوا بعثيين أو مبعثيين. ذولي شباب عمرهم زي الأمجد هذا صاحب العربة اللي بيبيع الشاهي وقتلوه، يعني عمره شاب عمره 27 سنة. يسوى الصدر ويسوى الجماعة ذولي أصحاب الأحزاب. شكرا حسين من السعودية كان معنا. أبو عبد الله من البصرة تفضل. أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخوي يا أخوي باشر، هذا باشر مختدى، باشر يسويها مذابح. والله باشر يسوي حروب أهلية وطائفية ويريد يذبح العالم.
ودمرونا دمرونا هالحمايم هاي، ان شاء الله يخلصنا منهم. والله ما خلوا شيء ما سووه. ما والله شيء خلصنا من عندهم. ولعنة الله عليهم وعلى الساعة اللي يوبيه. نعم. ايه. ولوين والله الوضع بالبصرة ابو عبد الله. بعد يوم دامي. الوضع بالبصرة مو زين، الوضع بالبصرة مو زين، قاعد يقتلون بالمتظاهرين مستمرين. والله انا كلش كتل بالشوارع. من اللي دا يقتل بالمتظاهرين؟ ذولا العصايب. اها. والله العصايب ذولا جماعة قيس الخزعجي وكلهم ذولا الأحزاب. ويعني البصرة تايها ما بيها دولة. واسعد العيداني وياهم. هذا عيراني. نعم. اي والله. الله يعينكم وهسه هي حرام، بركة الله ولن خالصين من هالسفله هاي اللي نامت على قلوبنا. نعم. مشكور ورحمة الله والديك. اشكرك والديك يعني ابو عبد الله. ابو عبد الله من البصره كان معنا. ابو علي من النجف. تفضل ابو علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه طيبه لكم اخي العزيز. حياك الله يا اهلا بك. أنا وجه سؤال للأخ حسين من السعودية. نعم. أنا أقول للأخو يا حسين، هذا العرب الغيور إيران دخلت بالعراق لكوننا العرب تخلوا عنه، ما تاركين فراغ بالعراق، ما أجت إيران واستولت علينا. إحنا نريد كون دور للسعودية، كون دور للدول العربية على مود، لأن إحنا إيران هسه إحنا الساحية الساحة فاحت الإيرانيين، العرب تخلوا عنه، خاصة احنا السعودية هم مجاورة لنا. ليش ما تدعمنا السعودية ويصير لها دور، يصير لها فد موقف؟ شو اسمه؟ محمد بن سلمان من الشيخ سلمان، لازم خلي يصير لها موقف من السعودية. مو ضعيفة السعودية، بلد عربي كبير بالخليج، لازم يصير لها دور. ليش مخلية إيران مستولي علينا واحنا العرب؟ احنا اصل عرب وجارنا على ذا الانجاس العجم. فانا اقول لاخوي ابو علي اريد همتكم علينا والله العظيم، حتى احنا شيعه ترى والله ابتلينا بالعجم، يشهد الله ابتلينا بذوله. يعني احنا صرنا شيعه ابتلينا على عمرنا، الله جاب هالنقمه بصفنا صحيح حاطين وين حدود وبيننا وبينهم سياج ارحم من دول العجم المجهول. ثاني شيء انا تقول سيد تسحبون مليونيه باشر على شنو المليونيه؟ مليونيه خو طلع هاي المليونيه على ذول الحراميه، طلع مليونيه على ذول جاي يقتلون بالذول المساكين الابرياء، هذا اعدام جماعي، يعني جاي يعدمون ويقطعون ويهوس يضرب بالمسدسات، هذا اعدام جماعي. يعني صدام ابوك الله يرحمه كان يقول كلا للظالم، بعد هذا مو ظلم انت ساكت عنه ذولا. انت الظالم. يقول من اعان الله، من اعان الظالم سلط الله عليك، انت شايفين دول الظلام. يقول حاكم، يقول حاكم كافر عادل خير من حاكم ظالم متدين، فدول متدينين ظلام علينا دول جو. نعم. فاحنا سيد مختلف باش نطلع مليونيه هسه احنا اليوم سمعنا انه الامريكان باقوا من عندنا فدال بدينار، طب اليوم لسه باقوا الامريكان من عندنا؟ طبضوا ميليشيات، استولوا على احزاب، يا امريكا هسه انت ما عندك ابوي ما يقدر غير على امي حايط، هي امريكا واحد يقدر لها؟ مو جيب لك صاروخ بالحمام مالتك. هيجي روح طلع لهاي الاحزاب، يعني انت دمك يحقق على دول الابرياء ابناء جلدتك دول، خلينا قول طاعتيه دول من جنوبك من منطقتك من النجب، مظاهراتك وطلع سرايا السلام وجيش المهدي وخل دول نلزمهم بالساحات ونعدمهم، طلع القوة مالتك يا اخي، طلع القوة. يعني سال حسن نصر الله ماذا دافع عنك يا اخي؟ قائد محرف تصرفاته، انت صير قائد عظيم يا اخي، عندك هيك قوة وعندك هيك شد
ابو علي الوضع بالنجف شلون هسه ابو علي؟ سلتان فوضى اهمال سلتان ومن كان يتكل بينا. لا حول ولا قوه الا بالله. ولي اشكر قالت لك الشيء المقتدى. نعم. عوف هذا الموضوع وطلع مشاراتك باشر انصر هذول المساكين ذول العاطني عن العمل انصرهم وطلع القوه مالتك والاسلاح مالتك وطب الخضراء وتحدث عن كل هذول الحراميه اللصوص. الله يحفظكم ابو علي. انا اشكرك ابو علي من النجف كان معنا. احمد من ذي قار تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله بالنسبه للدول ما امريكا جابتهم هي اللي طلعهم. ودول بالنسبه للمرجعيه تقدر تقلب الطاوله على خامنئي، لأن 50,000 إيراني يقلد سيد علي السيستاني، فيقدر يستخدم هاي الورقة لقلب الطاولة على خامنئي، مثل ما تدخل بالعراق وخرب العراق عاملة المثل بالمثل. ليش المرجعية ساكتة؟ ما لها أي دور. ونسأل الله أن يخلصنا من دول جابتهم أمريكا. وشكرا لكم. شكرا أحمد من ذي قار كان معنا. رياض من أمريكا تفضل. رياض أنتم أخ عمر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. تحياتي لك يا أخ عمر والقناة الرافدين البطلة والشريفة. يا أهلا بك. ونطاقم مقتدى الصدر يا أخي هو عميل أمريكي إيراني، وهو الآن يقيم في إيران لأنه مجرم وهارب من العدالة، يعطي الأوامر من إيران ويستخدم الناس الفقراء اللي كان يستخدم ممكن السلاح وللأحزاب الفاسدة، لكن هو الآن فشل في هذا، والمجرم مقتدى الصدر يريد أن يربط مظاهراته بالفاسدة بالمظاهرات الوطنية، فهذا لا يجوز. هو يحاول هو وعوانه بكل الطرق الفاسدة لحل المظاهرات ضد الفاسدين. فأنا أقول لك يا مقتدى الصدر، إجاك الموت يا تارك الصلاة، أمريكا لن تتركك، مطلوب حيا أو ميتا، وأيامك معدودة يا مجرم ويا حقير أنت وعوانك الفاسدين. وشكرا أخ عمر. رياض من أمريكا كان أمان. إحنا دائما نشدد أخوتي أعزائي أنه أنت ما تريد تنتقد أي شخصية انتقد، وهذا رأيك بس بدون تجاوز. أرجوكم أكررها المرة المليون، بدون تجاوز. عباس من كربلاء تفضل. عباس اهلا وسهلا بك. سؤال ثلاث تفضل. عباس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال ثلاث حمار تفضل. اخي نصينا التلفزيون تعمل مصلحتنا هاي الدولة. اي هاي الدولة جاي هاي الدولة جاي المصلحة دول المصلحة تشرح السؤال واحد. حتى لو مصلحة الشعب هاي وحدة. الثانية احنا من رعاية اجتماعية. نعم. يجي عليك الكشف الى طب البيت تكون قعدتك صوفة عندك ثلاجة قال هذا متمكن، وانا قاعد بيت اجار ما اللي عندك بطانية عندك لقى صوبة اللي عندك كتل لأنك تعرفته هذا أنا سهيتي. وإحنا بلد نفطي والحمد لله بخير. يعني عباس أنت على الرعاية الاجتماعية. عباس أنت على الرعاية الاجتماعية. إيه رعاية اجتماعية. إيه جو كشف على البيت الشعب طب الكشف يطبون جماعة. نعم. يلقى الصوبة لو يلقى ثلاجة دولية معنى تحت الأرملة هم تلقى على بطانية وهم عدد الشق وهم عدد ثلاجة. ايه مو صحيح. ويوقف المفروض يستحق العرق. نعم ويوقف المعونة. من يشوف عندك ثلاجة يوقف المعونة. اي والله وحق هارب عبد الله
نعم الحسين عمم هاي سوالفهم دولتنا. احنا كنا خلصنا من صدام الحسين طلع جو انقص من صدام الحسين والله. وبيناتنا الله وحدنا كسلت وحده والله كنت علينا كنت علينا بيناتنا العباس تلقى رقايب عمامه كنت تجاه من الدوله وكل واحد اقل واحد يلا العند 15 ورقه يلا العند وبينات من عباس موجوده. نعم والله قلت لك هسه موجوده تريد تعين 20 ورقه عينك خدادي ورقه عينك ليش اعمل ليش هيك شيء؟ يلا اجت حكومتنا وراح تسوي لنا حل وما ليش هيك ليش؟ مع الشرطه كل شهرين 180 كل شهر ابن البرلمان يقبل بالشهر يقول شهرتين شو مخلصها كلها بالخارج واحنا 1000 دينار علينا بروح. الله يعينكم والله والله الله يعينكم. اريد من الله ومن عندك قال شو طريقتنا بروح زين مظلوم. اي والله تراجع شو شلتنا شنو هذه الفرق. لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله ومشي عليك الحسن شنو رئيس الوزير مرة عاية قول يا قبيلة الكشف قاعد تحفظك اليوم. نعم اريد من الله الحسين تحاشينا الوزير قول له عنا الربع قاعد يحب العده الصوفه العده الثلاجه العده غسالك طاوره هو احنا الله والراتب قاعدين عليه قاعدين بلا جار وحق حر. الله يعينكم عباس من كربلاء مأساة من مآسي العراق. وطبعا بالفعل يعني قبل مدة يعني انثارت هذا الموضوع وحتى تم تصوير تقارير مصورة والتقوا ويا ناس يستلمون راتب رعاية اجتماعية راتب جدا قليل يروحون جماعة الرعاية الاجتماعية يفوتون البيت. طبعا شفناه احنا بالصور ومقاطع الفيديو البيت منتهي حاط الثلاجة يقول انت عندك ثلاجة يقطعون عليه راتب الرعاية الاجتماعية. تخيل احنا هاي الحكومة مالتنا. محمد من أبو غريب تفضل. محمد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع محمد من أبو غريب. طبعا يواصل المتظاهرون إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى تقاطع النهضة وسط بغداد. يأتي هذا في الوقت الذي أغلق المتظاهرون في بغداد طريق جامع الجيلاني باتجاه معارض النهضة في إطار الخطوات التصعيدية التي يتخذها المتظاهرون بعد انتهاء المهلة التي منحها الشارع المنتفض للطبقة السياسية من أجل تنفيذ مطالب ثورة تشرين وأولها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. معنا اتصال ونكمل. أبو علي من بغداد تفضل. أبو علي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياك وحيا القناة وحيا جميع الشرفاء المتصلين. حياك الله يا أهلا. سؤال عمر أريد أسأل سؤال لكل شريف. هم أكو مواطن من إيران يشتغل ضد إيران أكيد حريص على شعبه وعلى دولته وعلى أرضه فيا ترى لي أشياء خز علي يا سيد مقتدى وذاك الآخر أبو لحية أبو النجبة وغيرها عيب خيانة عيب. أنت عايش في العراق أنتوا واللي وراكم اللي معاديكم يقتلون بالناس البسطاء بالطلاب في الجامعات بهالمعتصمين الأشراف دولة لب العراق دولة شرف العراق ليش تخونون شعبكم وتدور الدائرة. وأخرى ثانية الأخب النجف وغيره وأشواه الكبيرين دي يقولون أنقص من صدام. لا 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 صدام جاروته تسوى شواربكم يلي تكرهون صدام متعيرون العراق صدام رحمة الله على صدام خلي هاي الحكومة تحكم مثل صدام خلي هاي الحكومة تحكم مثل صدام وشرف صدام وأخلاق صدام اخجلوا كازعة صدام 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 الخير بهاي الحكومة ما يجي شاربة للقندرة ما صدام حسين. أحييك وحي القناة وجميع المستمعين. أبو علي كان معنا. علاوي من بغداد تفضل. علاوي تسمعني أبو حسين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. عندنا عالم ابو امريكا الحكي على السيد. ليش يحكي على السيد؟ يعني هو حكي على هذا هنا ليش؟ شلون شلون؟ عيد لي كلامك. بس نصلي التلفزيون علاوي، نصلي التلفزيون للاخير حتى كلامك يصير واضح. تفضل علاوي. انقطع اتصال مع علاوي من بغداد. ابو حسين من بابل، تفضل ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الكريم قاسم، قالوا انا اشكرك ابو حسين، اشكرك. يوميه طالع لي باسم ويوميه طالع لي بمنطقه. ابو حسين من بابل، مره ابو احمد من واسط، مره ابو محمد من بغداد، وبعدين يختمها بطائفيه ويقول انتم طائفيين. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. سريع محمد القاسم مغلق بأمر الشعب 23/1/2020 23/1/2020 الساعة 12:30 سريع محمد القاسم مغلق بأمر الشعب. هلا 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 اتغدى اتغدى وتونس مع نادي الأحزاب. ارقص على سريع محمد القاسم. هاي 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 هاي. ليش صعد احنا يهود ما صار بيه الله ابو احنا يهود. لك ليش لك ليش؟ هذول اثنين جماعتنا. تعال شو عليها صفحه يا معود، دير بالك. الله دير بالكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو حسن من كربلاء، تفضل ابو حسن. حبيبي هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. هذا اللي جاي يسولفون عليك، يعني يمكن اقول لك مو نصه ثلاث ارباع كذب كذب. هسه احنا خلينا نكون واقعيين. شلون بالله؟ انا حاضر هاي، انت هسه من الناس يعني تشوفني وجاي ارمي عليك، تسكت لو شلون؟ من يرمي على من؟ ها؟ من يرمي على من؟ يعني عندك هذول يجي يفشر على الشرطي، يغلط على الشرطي، يفشر بالشرطة. أنا ترى مواطن وغير متظاهر. أيوة. وتقتله. حددوا تقتله. حددوا منطقة في تقتله. ها؟ تقتله. تقتل 600 مو؟ أوكي. هاي اللي تقدر عليها؟ يعني؟ هاي اللي تقدر عليها يعني؟ هاي اللي تقدر عليها أنت؟ لا لا حقيقة. شنو الحقيقة؟ وين الحقيقة؟ اعطيني حقيقة، اعطيني دليل. انا شوف، انا ما لي علاقة انت كلامك او كلام غيرك. انا اروح ارجع ماشي، ارجع الى التقارير، تقارير الداخلية والدفاع، وارجع الى تقارير المنظمات الدولية. تمام؟ واشوف اللي بعيني واصدق. اي فهذا تهجم غير مقبول ابو حسن من كربلاء. يعني يريد يكذب 4 أشهر. اشكرك اشكرك. لا لا أشكرك 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 أشكرك. يعني 4 أشهر عيب والله، عيب والله، عيب. إذا أنت منتسب أو أنت بالحشيد أو أنت أي فصيل أو أي ميليشيا أو أي حزب، فعيب عيب تكذب 4 أشهر من القتل والاعتقال والخطف وال يا أخي 600 وكسر. عندنا شهيد، عندنا 27,000 جريح، عندنا أكثر من 5,000 معاق، عندنا 3,000 معتقل، عندنا مختطفين بالصورة وبالصوت وبالوثائق. تطلع أرقام الداخلية تقول لك إحنا عندنا تقريبا هسه 500 شهيد. هاي الداخلية اللي بالعراق اللي هي مسؤولة عن قتلهم، قتل قسم كبير منهم. الدفاع كذلك،
ارقامهم متقاربه اللي موجوده على الارض وعلى الواقع. تجي انت تقول والله ثلاث ارباع الحكي كذي، بيجي والله المتظاهر يسب الشرطي، وش تريده مثلا؟ خلينا نفترض ولو هذا ما صار طبعا، يسب الشرطي تجي انت تقتله؟ يعني هي هاي اللي تقدر عليها انت؟ هي هاي الشرطه تدربتها، صار لك من 2003 وصرفت عليها مليارات الدولارات، حتى والله اذا واحد غلط عليه يطلع المسدس او البندقيه ويقتله؟ هاي شو اختلف لعد على الشقايتشي او البلطجي او الحرامي اللي بالشارع؟ هذا مو شرطي لعد، بالفعل احنا اللي عندنا ميليشيات، اللي عندنا ميليشيات، واللي بالشرطه واللي بالجيش اللي يقتل طبعا، اللي يقتل ويتجاوز ذولا دمج معروفين. واحنا دا نشوف مقاطع اليوم، انا شفت مقطع على الفيسبوك وعلى تويتر، واحد بالجيش هو يحكي على الشرطه، يقول عم الشرطه هم اللي يقتلون، اتهم بعض القوات بالشرطه او بسوات او بغيرهم او مكافحه الشغب، هذا بالجيش حشاها وتبرى، قال عمي احنا ما لنا علاقه، هو واقف بنقطه قال لك عمي احنا ما لنا علاقه، ذول اللي دا يقتلون ودا يصور هو دا يحكي، ليش احنا نكذب الواقع؟ مو ما يصير، الله فوقنا، حرام علينا. نعم، ابو علي من بغداد، تفضل ابو علي. ابو علي، ابو علي تسمعني؟ السلام عليكم. نعم ابو علي، وعليكم السلام. استاذ عمر، اهلا وسهلا بك ابو علي. شلونك؟ يا اهلا بك. احنا نشكرك ونشكر قناتك هاي. تفضل. الله يسلمك رحمه. الله يخليك. وقيس الخزعلي شو في العالم هاي؟ نعم. شو في العالم؟ مباشر مظاهره مليونيه مو حد في العالم. ابو علاوي نصر التلفزيون الاخير الله يخليك. احنا ما يقول هاي الشباب اهلي مطلعين خصيه والبرد والظل. نعم، يعني ما يقول هو، يعني ما يقول هاي العالم، ليش ما يقول هذول يجعل فاسدين يقال الحلال فاسدين الحكومة الفاسدين؟ نعم، يعني بس هو في إيران هو هناك مظاهرة مليون، يعني ما يستحوى ما يحجز. نعم، منك واشكرك. ابو علي من بغداد، خلي شوف الصور ابو حسن من كربلاء، هذا شلون ده يضربون بالمتظاهرين. احمد من صلاح الدين، تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر السلام. يا هلا بك يا اخويا. استاذ عمر، يعني لا خل منتصر قبل شويه من يقول يعني هذا السوالف مو صحيحه، يعني اخبار كاذبه. يعني شنو المتظاهر دي؟ هي مو قاعد تطلع تشوف الناس شنو قاعد يضربون من المتظاهرين؟ لا، يقول المتظاهرين ده يضربون بقوات الامن. شلون المتظاهر هو شايل لا يضرب بقوات الامن؟ هو شايل، هو ما شايل شيء بيده ولا شايل سلاح. نعم، شلون ما قاعد يضربون بهم وما قاعد يقتلون مئات من يمهم من الجرحى والقتلى وقاعد يحتقرون بهم؟ زين الدوله وين ما تشوف هذا الشيء؟ واخر ثانيه من يطلعون مقتدى الصدر يطلع متظاهرات مليونيه، هو عليه من يطلع؟ يطلع على الدوله ولا يطلع على امريكا؟ نعم، وغير يطلع يطلع على الدوله يسقط هاي، يشوف الناس شلون قاعد تذبح لو هو قاعد يدافع لايران. واشكرك اخوي عمر. شكرا احمد من صلاح الدين كان معنا. ابو فاطمه من النجف، تفضل ابو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر، أهلا وسهلا. حياتي أخي لك وللأخوة القناة. الحقيقة أخي عمر، بالنسبة للوضع في المحافظات الجنوبية، يعني هاي المرة الثانية يمكن أعيدها، ترى ما في لا شرطة ولا أمن. الموجود هو الميليشيات اللي ألبسوها لباس الشرطة والأمن، هي التي تقوم بقتل الناس واحتجاز الناس، والبصرة الآن تشهد احتجاز الناس وتعذيبهم وفضائل. يعني الأخوة دي التصوير، ما في أي دور لأجهزة الشرطة في الحفاظ على أرواح الناس، هذه أولا.
الشيء الثاني أخي، إحنا إن شاء الله في العراق الجديد مصطلح السيد بعد ما بي ماكو سيد في العراق، ما في سيد وغير سيد، هذا مصطلح اجتماعي عنصري ونفاق اجتماعي، هذا خلي يعرفوها، لأن هذول اللي يسمون سادة والذي كانت تباع هذه السيدية بثلاث أوراق بباب الشرجي، وهم الآن هم سبب مصائب العراق. أخيرا أقول لمقتدى الصدر الذي قاعد في إيران، صاحب الطائرة الخاصة وصاحب السيارات الرباعية وكذا وغيرها من بذخ، وخلي يجي هو يتقدم المظاهرات المليونية المزعومة. أخي ها كل إحنا نطمن الأخوة في ساحة التحرير وغيرها يبقون ثابتين في أماكنهم، هذه التزلف هذا والمزايدة على المظاهرات هذا مجرد هواء في شبك، سوف يأتي غدا إن شاء الله وينتهي وليس لهم أي دور. ونقول لمقتدى الذي يهدد في تويتر وغير تويتر أنه نحن نحذر من حرب أهلية، أنا أقول له أنت آخر متى تتكلم عن الحرب الأهلية؟ أنت الذي زرعت الحرب الأهلية وأنت الذي قتلت الناس، قتلت الفلسطينيين والعراقيين وغيرها وجرائمك مشهودة للناس. هذا ما عندي أخي عمر وشكرا لك. شكرا أبو فاطمة من النجف كان معنا. أنس من بغداد، تفضل أنس. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ العزيز، أحد ناس وقيت تحت التحرير وحليم. حياك الله يا أهلا تحت التحرير. حياك الله. أنا بالنسبة للمظاهرة اللي بكرة مهتزم لجماعة مقتدى الصدر، يعني بس يعني هم يدورون سيادة تمام؟ هم يقولوا إحنا عامل السيادة العراقية والتدخل الأجنبي ما أعرف شنو. يعني شنو الفائدة تطلع التدخل الأجنبي أمريكي اللي ضاربه وتبقى نفوذ الإيراني اللي هو متشعشع العفو بكل دوائر الدولة تمام؟ لا من ميليشيات من كل شيء، يعني بنشوفه الشارع من قتل من اختطاف من ترهيب من كل أنواع القمع. هاي واحدة. الشغلة الثانية يعني تحدي من خلال قناتكم إذا يسمعوني، إذا يقدرون يبقون أربعة أشهر بالشوارع مثل ما بقينا إحنا بالشوارع أربعة أشهر، والله العظيم هاي تحدي لهم. نعم نعم أنس. أنس بعدك ويانا؟ انقطع الاتصال مع أنس من بغداد. أحمد من ميسان، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي، شو أخبارك؟ يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك، تفضل. أنا واحد من المظاهرين. حياك الله يا أهلا بيك. أنا بعين يعني أنا أتعجب يعني واحد يتصل عليك يقول لك أنا ما أكو شيء وكلك كذب وما أكو قتل وما أكو خطف وما أكو أي شيء. يعني أنا بعيني أشوف، يعني أنا بعيني جاي أشوف الكتل والخطف بعيني جاي أشوفه. نعم. أحسن أدى أنا منه. يقول لا، هم المتظاهرين يعتدون على القوات الأمنية. لا حبيبي بالعكس، هم مو أصلاً مو قوات أمنية، ذولا ذولا هسه الجاي يعرضوا مو قوات أمنية. نعم. هذول كلهم ميليشيات، كلهم ميليشيات، كلها شغلة أحزاب، كلهم أحزاب، مو شغلة ميليشيات ولا هاي. فأنا واحد منهم، أنا أدي أخوي قتلوهم هذول ميليشيات قديمة. نعم. يعني شو اللي نحكي؟ والله كريم. إحنا جاي شوف الصور، جاي شوف الصور، جاي شوف الضرب، يعني يضربون المظاهرين، يضربون هاي، ويجي واحد يقول لك لا يعني كذب ماكو هذا الشيء. أخوك استشهد أحمد بهاي التظاهرات؟ أخوي استشهد بهاي المظاهرات. الله يرحمه ويعوض الجنة. شو وقت بالضبط؟ يعني بيا شهر من الأشهر الأربعة؟ شلون حبيبي؟ شهر 10 11 12 استشهد. إي تقريبا هيك هو صار هيك بالحدود. نعم. طلق ناري لو بدخانية؟ لا طلق نار حي، طلق نار حي. الله يرحمه ويعوض الجنة. طلق نار حي ويعني وقدام عيني، يعني وقع قدام عيني أنا شفته. يعني مو يعني تقول واحد قال لي لو هاي، أنا قدام عيني إحنا طلعنا وضربوه قدام عيني، وضربوه يعني ما ضربته قوات أمنية ولا جيش، هاي ضربته كلها أحزاب. وبالعلم هاي تطلع حتى الأصوات ما أصوات، يقول لك أصوات مش هاي كلها شرطة أحزاب، هاي لا جيش ولا شرطة، كلها شرطة أحزاب.
نعم. وانا اشكركم والله والديكم. انا اشكرك احمد. انا اشكرك ربي يحفظكم ويسلمكم. علي من بغداد تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بك حياك الله. بس اريد اعرف هذا اللي رجال اللي تو طلع ابو حسن من كربلاء اللي يقول المتظاهرين يجون على الشرطه، اذا تنصل التلفزيون ابو حسين الله يخليك نصل لي على الاخير. ما يشوف هذا المقطع، ما يشوف هذا المقطع. نعم ما يشوف هذا المقطع شلون الجيش يعني ذولا خطيه ذولا. الو وياك ابو علي. يعني ما يشوف هذا، ما يشوف شلون الجيش يقتلون ذول الشباب. ذول الشباب طبعا هاني يعني منقهر عليهم كل حيل يعني. وانا اشكرك حيل انك رديت عليه بكلام خليته بعد ما يحكي فرده. هذا واجبنا اخي الله يسلمك. علي من بغداد يعني كان واجبكم هذا واجبكم يعني أكيد. لازم نعم اخي علي شكرك حيل ابو خطاب الله يسلمك الله يسلمك. علي من بغداد كان معنا. ابو زهراء من العماره تفضل. ابو زهراء يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا بيك. شلونك اخوي؟ شلون الله صحتك؟ يسلمك ويخليك ويحفظك يا هلا. والله احنا اخوي عز علينا نشوف هيك مقاطع الشاهد الله عسى. احنا يعني مثل ما تقول شلون قدامنا عشان نريد نتعشى، لكنه من شفنا المقطع مال هذا الشاب اللي يدقون عليه وصلخوه، هذولا ما عندهم غيره ولا عندهم ناموس ولا عندهم ابد ولا عندهم اخلاق نهائيا، خالين من هاي الامور. ويرجعون يسالون امهاتهم هل هم ولاد حلال؟ نعم يا اخي شنو ضميرهم ذولا؟ ما عندهم اخلاق؟ لا حول ولا قوه. صدق بالله العظيم اختبصنا ومجنا على هذا الشاب. حتى هذا لزمتوه تصلخون ملابسه وتدقون عليه بالكيبلات، ادري شنو معناها مثلا؟ شنو اللي مسويه؟ شنو شايل له؟ شايل له بكيسي؟ شايل له مسدس؟ هو متظاهر واقف بالشارع. وهذا اللي جاي يصير هسه حتى ذا به نوع من التصاعد، هذا حق شرعي مشروع كافله الدستور وناس دول عظمى متمهله به وماشي بالدول ما مسوين شيء خطا. نعم. لكن والله العظيم ما عندكم لا اخلاق ولا دين ولا ناموس ولا ذريه من هالمخ والعقل، هذا خالين من عندهم. هذا جانب. الجانب الثاني جاي يسمعون الشعب كله ما يريدهم ومتشلبين. طلعوا ناس ما تريد سم دوله، الشعب هذا كله ما يريد سم. طب شنو دولتي ايش ما نايلون؟ فلوس ابو زهراء، مليارات سرقوا البلد. ماخذي والله استثمار. والله انا دوم اخابرك استاذ عمر، دوم اخابرك. لكن ما عندي الله يسلمك. لكن مثل هذا الشاب اللي شفته شويه والله تاذينه. اي والله مو زين. يجي واحد وقال لك ويخابرك وقال لك استاذ عمر هذا اللي سمعه ما بي نوع من الصحه. هو شنو الصحه؟ الصحه تقتلك 500 وتقتل 600 وتجرح لك 11000. نعم. زين وتجرح لك عرفت معوقين عندنا 5000 3000 عندنا وكسور تسمعني كلهم بالسجون هسه. نعم. وكلهم شباب ما يتجاوز ال 20 سنه. يقول ثلاث ارباع الحشد كذب. من لونه؟ انت ما انت ناس والله عيب عليهم، ناس كبار هم شياب. نعم. روح خلي يشوفون لهم غير دربونه، خلي يروحون يديحون بقوم بمشهد. الله يعين. هاني اشكرك ابو زهراء من العماره كان معنا. خلونا نقرا بعض رسائل واتساب. اكو اتصال. ابو ياسين من دياله تفضل. ابو ياسين حياك الله يا عمر. حيا ودوم يا اهلا بيك. شلونك؟ حيا شوف انت واحد القناه البطله العظيمه اللي يسعدني جدا في بيوت عنا بالجنوب لمصداقيتها وحرصها وغيرها للعرب. فضتوا بحفظ كل العراقيين. الله يسلمك هذا واجبنا. أنا أحيي الأبطال الصغير أقدامهم أحسن ما قبل أقدام الزوار الإيراني. نعم. وفي ساحات
التمام الاحرار الابطال واعزي واعزي ان شاء الله تفقد في ولدهم في سماء العراق واهم اهله في الشهاده العظيمه اللي سالوها في رفع صوتهم امام السلطان الجائر. اما يا ابو حسن هاي ماسك وانا اسمع ترى بعد ما حد يحميكم انت لو من هاي ناس الثوار الابطال اللي باعوا دمائهم يعني انت ما تشوفون بعيونكم هاي ما تقولتم انه هاي 700 شهيد تقريبا وهاي الدخان القنبله جمجمة المتوارى هاي ما تشوفونها تشوفون يحرقون ساير اخي هذا التصعيد كله سبب الدوله هي مو اليوم من 2011 واليوم هي الاستعدادات موجوده ولكن في مناطق مختلفه مو بهاي الكثافه لكن اليوم انتفضت كلها عندنا بالجنوب وصارت اليوم انه اليوم الانقلاب الكامل هو اللي سعدنا جدا عندنا بالجنوب هو اليوم اللي جاي يفقد الشيعي ولفتنا الشيعي مع الاسف جدا كل الاسف ولكن هذا ان شاء الله انتفاضه وان شاء الله هذا تحرير العراق وان شاء الله طيب هؤلاء في التكفيريه. شكرا ابو ياسين من ديالك انا معنا. علي من بغداد. علي عندنا دقيقه. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي بدون زحمه اكو عصابات بالدجيه جاي ياخذون من السيارات كل سياره 15,000 من نعم. الحموله. شنو السيطره ذولا شنو؟ هذا صحيح لو لا؟ السيطره ذولا؟ ايه. انت شفتهم؟ لو تسالنا. ايه ايه يا ياخذون جبايه جبايه يسمونها جبايه ما المن هاي من ذولا؟ جبايه ذولا ما اعرف من ساندهم. نعم يعني انت عندك سياره ودفعت؟ علي من بغداد انقطع اتصال بي، راح اقرا ثلاث رسائل بس. تحياتي لقناتكم الموقره، اقول لاعداء العراق كافي سفك دماء الابرياء واقول لكم انتقام انتقام الله أكبر وأعظم، والله لن تذهب أرواح الشهداء سدى والموت والخزي والعار لكل من أباح الدم العراقي. ندى من الدنمارك. رسالة أخرى، الأخوة مصرين على كتابة رسائل طويلة، أنا أعتذر من قراءة الرسائل الطويلة. السلام عليكم أخي، حبيت أحييكم وحيي قناة الرافدين قناة الحقيقة. شكرا لك أو لك. رسالة أو تقول فاتن من ألمانيا، السلام عليكم قناة الرافدين، أريد أقول هذا عدل عبد المهدي موعة بيقول على المتظاهرين خليهم لا يسدون الطريق، ليش ما يقول ليش ما تضربون المتظاهرين بالرصاص الحي؟ الله يرحم شهداءنا وينصر شباب العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.